صباح الخير، نلتقى اليوم مثل كل يوم بفقرة جديدة من أوروسكوب، فكيف ممكن تكون حالة أبراجنا لليوم؟ رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم مع الحمل. مهنياً مطلوب منك اليوم تكون مستعد لتغيرات مفاجئة ولا فرص استثنائية منك متوقعة. عاطفياً صبور وفكر بطريقة منطقية لأنه الأجواء عم تتحسن اليوم بينك وبين الشريك، فما تنزعج وما تزعج حالك بكل شيء عم بيصير. صحياً معروف عنك أنك بتحب الرياضة، ورغم هيدا الشيء بتلاقي حالك اليوم نشيط أكثر من العادة. الثور، انت اليوم متحمس اكثر من الفتره الماضيه وعندك استعداد لتحسن وضعك العملي والمادي بشكل عام. حاول تعدل طريقه تعاطيك مع المحيطين فيك، وحاول انك تكون انسان ايجابي ودبلوماسي اكثر. الجوزاء، مهنيا ممكن تحول اي خساره لربح بمجرد التفكير بمنطق وتدرس خطواتك بتمهل ووعي. عاطفيا بتلتقي بشخص غاب عنك فتره طويله وبتحن لايام الماضي. السرطان، يمكن يكون فيها اليومين امور معرقله معك وما عم تقدر تلاقي لها حل، كما انك بتحس بالتعب مسيطر عليك هالفتره. ما تستسلم، ثابر تتقطع هالمرحله بخير وسلامه. المهم حاول قد ما فيك انك تاخذ قرارات مصيريه. منكمل مع الاسد، مهنيا بتحس انك مخنوق ومش قادر تكون على راحتك، فيمكن يكون السبب قله الراحه يلي عم تحسها مع المجموعه يلي عم تشتغل معها. حاول تلاقي حل باسرع وقت ممكن. عاطفيا حاول تبقى هالفتره لحالك اذا كنت اعزب، وما تفوت بعلاقات جديده قبل ما تكتشف شو السبب وراء فشل العلاقات السابقه. العذراء، ما تضل لحالك اليوم وجرب تتلاقى بالأصحاب وتعبي فراغك بالسهرات وبتلبيات الدعوات الاجتماعية. استفيد لتدعم شغلك وتضبط ميزانيتك. عاطفياً عم بتفتش على الاستقرار بس ما عم تلاقي أي شخص بيقدر ينسجم معك بالعلاقة، وهيدي مشكلة عم تكون كتير كبيرة. هدا وما تكون متسرع، فهيك خطوة بدها دراسة. الميزان، ما تكبر المشاكل وتفش خلقك بالمحيطين فيك، فالتعب يلي مسيطر عليك عم بخليك معصب وموتر كل الوقت. حاول انك ترتاح هالفترة تما تتراكم كل المسؤوليات عليك وتكون منك قادر عليها. بالحب، الحبيب حدك وعم بحاول يموه عنك فما تصده. العقرب، ما تحاول تستبق الأمور وتاخد قرارات وتنظم مشاريع، والأفضل أنه تريح حالك هالفترة. حركة الكواكب بتخليك تشعر بالتفاؤل والطاقة، وهذا الشيء بيأثر على علاقاتك الاجتماعية. أما عاطفيا ما تخلي الشريك بعيد عن مشاكلك اليومية. القوس، مشاريعك مناسبة وبمحلها إذا عم تسعى للتقدم بشغلك. الكل ملاحظ مجهودك وعم يدعمك ويوقف حدك، فما تتردد وتطلب المساعدة إذا حسيت إنك بحاجة لها. عم تتلقى اتصال من أحد الأشخاص وبيطلب نصيحتك بأمور إلها علاقة بالماديات، ما تصده. أما رقم حظك لليوم هو 1. الجدي، ما تتعب حالك بالمواضيع الغير ضرورية، نظم أمورك وأيامك وحتلاقي حالك مرتاح. يوم عادي جدا بالنسبة للأمور العاطفية، فأنت مبسوط مع الحبيب وعاطي كل ثقتك. الحظ مرافقك بكل مشاريعك، فحاول أنك تستفيد من هالموضوع. أما برج الدلو، حاول تهدى وتحافظ على راحتك اليوم، واشتغل الأمور الضرورية والمستعجلة بس، وأجل الباقي لغير نهار. يمكن يصير في سوء تفاهم مع أحد أفراد العائلة، الأفضل أنك تكون موضوعي وما تاخد طرف. فيك بذكائك تكون حيادي وتظهر من الموضوع شوي شوي. الحوت، بتخصص اليوم للبيت والعائلة، فبسبب الضغوط العملية والمسؤوليات الكتيرة عم بتحس حالك بعيد عنهم بشكل عام. صفات مولود اليوم، ذكي كتير وقلبه الطيب بيمنعه يستعمل ذكاء، بحب العائلة والجمعة الكبيرة وبيكره الوحدة، لدرجة أنه مستعد يبقى كل النهار بلا أكل إذا ما لقى مين ياكل معه. فوضوي، ما بيعرف يشتغل بنظام وهيدا الشيء موقعه بمشاكل بعمله. أما من أهم مشاهير برج العذراء، الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الفنان العراقي القيصر كاظم الساهر، الفنان المصري عادل إمام. أصدقائي، هذه كانت كل معلوماتنا اليوم بفكرة أوروسكوب. أنا حابة أذكركم أوروسكوب إليان@hotmail.com هو الإيميل يلي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، وأنا أكيد رح أجيبكم بالفقرات المقبلة. هلأ بترككم مع باقي فقرات إلايف. إلى اللقاء.